نزهة طويلة. البحار من المياه، السماء من الهواء. دب، مرحبا دب. استعد، سوف نذهب إلى الصيد. أوه، صور. أوه واو، إنها براكين حقيقية. هل هذا أنت؟ هل ذهبت أنت ووالدك في نزهة طويلة؟ هذا رائع بالفعل. واو، يا لها من مغامرة. أتمنى لو أذهب في نزهة. دوب، لماذا لا نذهب سوى للصيد دائما؟ لنذهب في نزهة. انظر، لقد ذهبت مسبقا. أريد أن أرى البراكين الحقيقية بأم عيني. سنلتقط صورا لنا سوية لنضعها مع صورك. رائع، سنذهب في نزهة. أين هو أهم شيء علينا أخذه؟ أوه، ها هو. إياك أن تأكلها وحدك أيها الدب. سنخبركم قصة جديدة. حين ذهبت في نزهة سوف نذهب بسرعة، نسير لا نتوقف. ماء طعام، أكياس النوم، نحملها في حقائب الظهر. إن المغامر لا يستسلم، بل ينتقي طريقه. خذ معك صديقا مخلصا، تستمتعان معا. إن صادفتما مشكلة عندها تتساعدان. انظر، إنها فراشة. ماء طعام، أكياس نوم، نحملها في حقائب الظهر. إن المغامر لا يستسلم، بل ينتقي طريقه. دوب، ألم يحن الوقت لنصل؟ لا، تسلق وكن نشيطا. التسلق رياضة. مهما حصل لا تستسلم، ستنجح في النهاية. ماء طعام، أكياس نوم، نحملها في حقائب الظهر. إن المغامر لا يستسلم، ينتقي طريقه. هل سنقف هنا؟ سنتوقف أخيراً. دب، أين أنت؟ البراكين، البراكين، لقد حان وقت الاستيقاظ. يا دب، إنها البراكين. يا دب، إنها البراكين، أنا أرى البراكين هناك. حسناً، سأذهب لوحدي. سوف ألتقط الصورة أيضاً. سوف أعود قبل أن تستيقظ. ابقى حيث أنت. أنا أشعر بالعطش.
أتمنى لو كان لدي قليلاً من الماء. سنسلك. هل نحن ضائعان؟ هيا أخبرني. واو، يا لها من مغامرة. إذن ماذا سنفعل الآن؟ دوب، انظر، إنها البراكين، البراكين. واو، مظهر البراكين في غاية الروعة. دوب دوب، انظر إلى هناك، ابتسم ابتسامة عريضة. حسناً، سنذهب الآن إلى الصيد. لأن تذهب إلى مكان بعيد؟ المكان الذي رسم فيه الدببة الثلاثة. هل تريد تحسين مهاراتك في الرسم؟ وهل تريد أن ترسم بالألوان؟ إذن سأذهب معك. أحب جداً أن ترسمني في لوحة ما. انظر، مظهري فني ومناسب. انظر، لا لا تقل ذلك، انت لا تعلم انني قوية جدا. ان اكثر الصغار مرونة هي انا. ما فعلته سهل علي، فقد رفعت الأثقال عاليا وربحت. وإن أكثر ما يميزني أنه مهما فعلت فلا أتعب أبداً. فذات مرة سرت حول الأرض وعدت بلا توقف. أتعلم كيف فعلتها؟ هكذا وهكذا وهكذا، فهم؟ شيء ما بحذائي وقدماي تؤلمانني. ترى كيف تدخل هذه الحجارة إلى حذائي؟ لا
يناسبني. أرأيت الأهرام المبنية في مصر؟ أنا من صممتها، وهذه لي. مشهورة في فرنسا؟ أنا من رسمتها. هذا مضحك. إن أرادوا رسمك فستصير اللوحة على شكل مربع. هذا ما سيحدث. أما أنا أجمل فتاة في العالم. الجميع يريد أن يرسمني. مثل الكعك والحلوى وكل شيء أيضا. أستطيع أيضا. لا تقلق، فأنا ماهرة في إخماد الحرائق أيضا يا صديقي. ماذا؟ أنت خائف من الدب؟ ولا أنا أيضاً. أنا لا أخافه، فأنا صارمة معه وهو يخاف مني. هو لا يجرؤ أن يغضبني. عندما يشاغب أعاقبه بشدة وربما أضربه، وعندها يبكي. يخاف مني كثيراً. يا دب صدقني، لن أخطئ ثانية، أنا أعدك. هل تعلم؟ الكذب متعب جدا، لذا لن أكذب ثانية. وجدتها، اسمع، يسمح لنا بأن نتخيل. هل أخبرتك بهذه القصة؟ أقصد عندما طرت إلى القمر بلا أجنحة. هذا الثوب مصنوع من الحرير، وهذا من الكتان مثل ربطتي هذه، وهذا من الجلد هنا. هذا القميص مصنوع من القطن. أما هذا المعطف هنا فمصنوع من الصوف، وهذه أحذية مدرسية. لنقلب الآن إلى الصفحة التالية. Thank you.
الكباب المشوي. منك. ما رأيك أن نلعب معا الآن؟ هنا يصنعون ملابس الصيد. حادث فظيع. صديقي يا دب، أين أنت الآن؟ هيا حدثني عنك أكثر. لا تغضب مني، فأنا أشعر هنا بكثير من الملل. لا أجد من أتكلم معه. من سيلعب معي؟ تقبل أن تكون صديقي؟ مرحبا، إذن سأريك منزل البحرية الآن. والآن بماذا نبدأ؟ دبدوبي صديقي، هدوء، أريد أن أتصل. أيسمعني أحد؟ أرجوكم ساعدوا دبنا. هيا أسرعا، فالدب يكاد يغرق. سنجدك يا صديقي، جئنا لإنقاذك. بصراحة لا أجيد القراءة، ليس هناك من يعلمني. أنا، هل تقبلين؟ سألعب معك دوماً.
سارق الجزر. سأحاسبك فيما بعد. إذن هكذا كانت المخلوقات قبل آلاف السنين. رائع، كانت المخلوقات لطيفة وجميلة. الدب آلة الزمن، اطمئن، سنكون بخير. دعنا ننتظر ونتناول شيئا. ما هذا؟ ستأكلها هكذا؟ لا، هذه طريقة حجرية. لا تقلق، سنشويها أولا. رائع، أخبار
لقد دخلنا التاريخ معا. Yeah.
أنت بخير؟ والآن من أنت؟ أتذكر؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة. سأضغط على الميكروفون، سأقول ماشا والدب. الأمر بسيط جدا، والآن حاول